محور المقاومة هو محور عربي أيضا وليس ليس عربي، يعني المحور المقاوم سواء كان في العراق أو جنوب لبنان أو في اليمن السعيد، وإن شاء الله يبقى سعيدا هذا اليمن لأنه من الدول التي دعمت المقاومة إلى أقصى درجة من درجات الدعم، ولا يشعر أنا كفلسطيني لا أشعر أن هناك فرق بيني وبين اليمني على الرغم من البعد الجغرافي. اليمن استطاع أن يقوم بحجز البحرين العربي والأحمر لصالح المقاومة، وبدأ الشعب اليمني وقواه المقاومة بالانتقال إلى المرحلة الرابعة بالسيطرة النارية على حوض بحر الأبيض المتوسط، ناهيك عن السيطرة النارية إلى رأس الرجاء الصالح. يعني باختصار شديد 7 أكتوبر كانت هي الفاضحة وهي الكاشفة للأنظمة العربية، بعض الأنظمة العربية المتخاذلة